بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ورد في مراحل تشريع الجهاد ذكر جهاد الدفع وذكر جهاد الطلب لتوضيح الفرق بينهما، نذكر كلام أهل العلم في ذلك ونبين ما فيه. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب المنهاج: كان الجهاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية وقيل عين. هو بهذا الأسلوب رجح أنه كان فرض كفاية وضعف القول الآخر، لكنه قول موجود بأن كل من كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين يلزمه اللحاق به والجهاد معه، لكن هذا القول ضعيف. والدليل على ذلك أن الله قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج بنفسه ولا بكل أصحابه في جميع الغزوات والسرايا، لذلك القول بأنه كان فرض عين على كل مكلف في جميع الأحوال وقول ضعيف خلاف ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة. قال: وأما بعده فللكفار حالان: أحدهما يكونون ببلادهم، الثاني يدخلون بلدة لنا. أول الحالين قال: أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية، إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين. فرض كفاية، وهذا هو جهاد الطلب، أن يطلب المسلمون الكفار في بلادهم لإزالة سلطانهم من على هذه البلاد ومنعهم من أن يتسلطوا على الناس فيفتنوهم عن دين الإسلام، يضلوهم يردوهم عن سماعه وقبوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل: أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. لماذا يكون الحكام عليهم إثم أتباعهم ومحكوميهم في هذه الحالة؟ لأنهم يصدونهم عن سبيل الله، عن دين الله عز وجل. فالمسلمون يطلبون الأعداء، يطلبون الكفار في بلادهم من أجل أن يمنعوا هذا الصد والفتنة، هذا الصد عن سبيل الله والفتنة عن دين الله عز وجل. وسيأتي ذكر قدر الكفاية في ذلك، هل هو حسب الإمكان أو كل سنة مرة، والصحيح أنه حسب الإمكان حسب مصلحة المسلمين في كيفية البدء، يعني إرسال من يجاهد الكفار في بلادهم. مفهوم المخالفة: إذا لم يفعلوا ذلك لم يسقط الحرج عن باقي المسلمين. إذا لم يفعله من فيهم كفاية، الكفاية قلنا هتذكر بعد ذلك، إذا لم يفعلوا ذلك لم يسقط الحرج عن الباقين، يعني يأثم الجميع بذلك، وهذا ككل فروض الكفاية. والصواب أنه يأثم كل قادر بحسب قدرته،
ولكن على المسلمين أن يتعاونوا على إقامة كل فروض الكفاية حتى لا تضيع. قال: ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين وأقطع مقطوع اليد وأشل مشلول وعبد لأنه في خدمة سيده وعادم أهبة قتال الذي ليس معه ما يقاتل به. عادم أهبة قتال الفاقد لاستعداد القتال كالسلاح المناسب لمواجهة العدو، وكل عذر يمنع من وجوب الحج منع الجهاد إلا خوف طريق من كفار، فإن هذا يمنع وجوب الحج ولا يمنع وجوب الجهاد، لأن مسألة خوف الطريق من كفار لا شك أن من يذهب إلى الكفار في بلادهم لا بد وأن يوجد معه خوف أثناء الطريق منهم، فهو متعرض لخطر. ومبنى الجهاد على يعني خوف متبادل بين الطرفين. يقول: وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح، يعني إذا كان هناك خوف من وجود لصوص مسلمين في الطريق فهذا لا يسقط الجهاد أيضا، مع أنه يسقط وجوب الحج. لماذا؟ لأن المجاهدين معهم من السلاح ما يدفعون به هؤلاء اللصوص، وأما الذاهب إلى الحج فليس ذاهبا مستعدا للقتال، فإذا وجد خوف في الطريق من لصوص المسلمين سقط عنه وجوب الحج، لأنه لا يجد السبيل، مقصود بالسبيل أن يكون آمنا. والدين الحال يحرم سفر جهاد وغيره إلا بإذن غريمه. الدين المؤجل لا يمنع من ذلك. الدين الحال يحرم سفر جهاد وغيره، سفر حج، سفر عمرة، سفر تجارة، لا يجوز أن يسافر وقد حل ما عليه من الدين دون إذن صاحب الدين. والمؤجل لا، وقيل يمنع سفرا مخوفا، وقيل لا، يعني قيل أن المؤجل لا وقيل يمنع. القول ده يبقى قول مرجوح. الراجح في المذهب، ده كلام طبعا مذهب الشافعية، أن الدين المؤجل لا يمنع السفر مطلقا. وهناك قول آخر في المذهب هو أن ينظر في السفر في من عليه دين مؤجل، فإن كان سفرا مخوفا محتمل أن يتعرض فيه المسافر للوفاة فلا بد أن يستأذن الغريب، وأما إذا كان سفرا آمنا كتجارة أو في يعني إلى بلاد ليس فيها خطر فلا يلزم إذن الغريم في هذه الحالة. هذا القول الثاني، هو التفصيل بين السفر المخوف والسفر غير المخوف، هو وجه مرجوح عند الشافعية. والراجح عندهم الذي ذكره النووي رحمه الله أنه أن الدين المؤجل لا يمنع السفر مطلقا دون إذن الغريم، لا يمنع السفر دون إذن الغريم سواء كان سفرا مخوفا أو غير مخوف، من حقه أن يسافر. هذه المسائل يعني أكثر إهمالها من كثير من الناس، مع أنها متعلقة بحقوق العباد. قال: ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين.
ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين. سيأتي التفرقة في الحال الثاني بالنسبة لكل هذه الأعذار، سيأتي متى يختلف جهاد الطلب عن جهاد الفرض العين، مع أن كل هذه في الأصل هي من شروط أو من شروط الجهاد فرض الطلب جهاد الطلب. السفر إلى الجهاد أو حتى يعني جهاد الطلب عموما بدون إذن الوالدين لا يجوز إذا كان مسلمين، إن كان مسلمين. مفهوم المخالفة أنه إذا كان أحدهما كافرا لم يجب استئذانه، وذلك أن كفره قد يدفعه إلى أن يمنع ابنه من السفر لأجل أنه لا يريد ظهور الإسلام، لذا لم يعتبر ذلك الأمر بخلاف المسلم. وأما إذا كان مسلمين فلا بد، إن كان مسلمين فلا بد وأن يستأذنهما قبل خروجه في الجهاد. قال: لا سفر تعلم فرض عين. فرض عين لا يحرم سفر تعلم فرض عين دون إذن الوالدين، يحرم جهاد إلا بإذن والديه إن كان مسلمين. لا سفر تعلم فرض عين، يسافر ليتعلم فرض العين لا يلزم إذن والديه، وكذا كفاية في الأصح. وكذا السفر لتعلم فرض كفاية لم يعني عموما حتى ولو لم يعني حتى لو كان هناك من يقوم به غيره لكن يحتاج إليه في ذلك، فالذهاب فالسفر لطلب علم فرض كفاية وجهان عند الشافعية. الأصح منهما لا يلزم إذن الوالدين في سفر جهاد، في سفر طلب علم فرض كفاية، ومقابل الأصح يلزم استئذانهما في سفر فيه في سفر طلب علم فرض كفاية. الأصح ومقابل الأصح درجات ترجيح في المذهب أقل من الصحيح والضعيف، وأقل بالتالي من الصواب والباطل. الخلاف إذا كان خلافا غير سائغ عبروا عنه بالصواب والآخر بالباطل. قول الصحيح ما يتقالش عليه الصحيح، يتقال عليه الايه؟ الصواب. واللي ضده يتقال عليه باطل. يعني لما يقول مثلا الصواب تحريم تصوير الحيوان سواء كان بظل او بغير ظل، صور لها ظل او غير ظل، يبقى عنده ان الكلام ده ايه؟ ان الخلاف غير سائغ. لو قال الصحيح عدم جواز تصوير ذلك يبقى الخلاف عنده ايه؟ سائغ. القول الثاني ضعيف، صحيح وضعيف، درجه بقى اقل، يعني الخلاف قريب جدا، المساله فيها اجتهاد يعصر فيه الترجيح، يقوم يقول الاصح، ما تقولش اللي قصاده الثاني ايه؟ صحيح وده اصح، لا، يسموه مقابل الاصح. مقابل الاصح لا، درجه الترجيح لما يقول ده قولين ضد بعض،
مش الاولى والخلاف الاولى، بس درجة الترجيح عايز يقول ان المسألة فيها ايه، فيها اجتهاد قوي جدا، وان الترجيح ليس قويا للغاية في هذا الباب. المسألة قريبة معناها ان الاجتهاد فيها قريب، لا ينكر فيها على المخالف قطعا. الصحيح مقابله ضعيف، الاصح مقابل الاصح. ويستعملوا غيرهم ايضا من الحنابلة قد يستعملوا ذلك. قال فان اذن ابواه والغريم، يبقى هو هنا ذكر اذن مين في السفر؟ اذن الوالدين واذن الايه؟ صاحب الدين. فان اذن ابواه والغريم ثم رجعوا قبل ما يوصل، رجعوا قالوا له ارجع يا ابني، احنا رجعنا في كلامنا، وجب الرجوع، وجب عليه هو ان يرجع، سواء الابوان او سواء او الغريم، ان لم يحضر الصف. اذا حضر الصف فليس لهم ان يرجعوا، لانه صار هنا الجهاد فرض ايه؟ عين. قال فان شرع في قتال حرم الانصراف في الاظهر. الاظهر دي زي ايه؟ إذا الأصح. الأظهر زي الصحيح وزيها الظاهر. الظاهر يبقى ضد الخلاف المؤول أو المرجوح، يعني الراجح والمرجوح. ففي يعني أظهر الوجهين أنه يقول إذا حضر الصف حرم الانصراف، حتى ولو كان الوالدان والغريم قد رجعا في إذنهما. لا، الذهاب بالنسبة لصاحب الدين، الاستئذان في أصل السفر. لو في حد عقد عنه أثناء سفره وهو ضمن هذا، يبقى يقضي عنه الأول. بيقول إذا كان في واحد ضامن يؤدي عنه، قلنا يبقى يؤدي عنه الأول، يبقى يتحملها في ذمته أولا، لأن قلنا دين حال، الدين الحال ده أصبح حقا متعينا عليه. هو أجله الميعاد، التاني قال له هات الفلوس، جه الميعاد، مفيش حد من حقه إن هو إيه يمشي ويسيب الدنيا كده زي ما الناس بتعمل. الثاني، احنا قلنا الحال الاول يكونون ببلادهم، الثاني يدخلون بلدة لنا، يهجم الاعداء على بلد مسلم، فيلزم اهلها الدفع بالممكن، فيلزم اهلها الدفع، لازم اللي هو جهاد الدفع، جهاد رد الاعداء عن بلاد الاسلام، واجب على كل أهلها أن يدفعوا بالممكن. إذن الاستطاعة والإمكان والقدرة شرط في وجوب هذا الجهاد، وأما غير الممكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يقال لهم إذا علموا عجزهم وأنهم مقتولون لا يلزمهم ما لا يقدرون عليه. فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن، يقول هناك فرصة لاستعداد تكوين بقى جيش ومواجهة عدو، وجب ذلك، والممكن ده مبني على أنهم ليلزمهم التعاون، وإلا فليس كل واحد يقدر أن يدفع العدو منفردا، بل لابد كل ممكن يمكنهم أن يتعاونوا عليه لكي يدفعوا ذلك العدو، وأن ينضموا إلى
الجيش المقاتل أو إن لم يوجد جيش يكونونهم مقاومة للجيش الكفار الآتي فهذا كله واجب. فإن أمكن تأهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن. وجب على فقير عشان اللي ما معهوش أجرة السفر أو إمكان السفر في جهاد الطلب يسقط عنه ذلك في جهاد نزول العدو ببلادنا اللي هو أصبح فرض عين، لأنه لا يحتاج إليه إلى سفر ولا إلى نفقة أثناء السفر، وهو موجود على أي الأحوال نفقته موجودة يعني في بلده في محلته على أي الأحوال، حتى إذا كان عاجزا عنها فهو عاجز في الحالين في كونه يدفع أو لا يدفع. وولد إذا في هذه الحالة يجب الدفع ولو لم يأذن الوالدان. والمدين الذي عليه دين لا يلزمه استئذان المدين الغريم، لا يلزمه استئذان الغريم في ذلك. وعبد العبد بدون إذن السيد في هذه الحالة الذي لا يجوز له أن يسافر في فرض الكفاية إلا بإذن السيد، لأنه قال هنا ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين وأقطع وأشل وعبد وعادم أهبة قتال. طب ما جابش ليه بقية الناس اللي ذكر إن هو لا جهاد الصبي؟ طب جهاد الدفع هيجب على الصبي؟ لا يجب الدفع على جهاد الصبي، لأن الصبي غير إيه؟ مكلف. عشان هنقول يجب عليه إزاي؟ نقول له يعمل بس هيأثم إذا ترك، هذا ليس بأهل للإثم أصلا. إذا ترك أمرا واجبا ليس واجبا عليه في الحقيقة. طب المجنون هو غير مكلف أيضا. طب الامرأة حيأتي الكلام عليها حالا دلوقتي، ما هو المطلوب منها المرأة؟ عشان البعض بيظن أن جهاد الدفع كل النساء بقى إيه؟ تخرج بأي طريقة. هو ما ذكرش هنا المرأة، هيذكر تفصيلها. مريض، المريض ده هنقول له لازم تقوم تعمل ايه؟ ده هو عاجز، ليس على الأعمى حرج وعلى الأعرج حرج ولا على المريض حرج. دي آيات نزلت في جهاد أمر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج على كل من كان بالمدينة وعذر هؤلاء. يبقى المريض ده واحد دلوقتي ما هو غير قادر على ذلك، واحد عاجز عن الحركة بسبب المرض. وأنت تجد يعني مئات المسلمين يمرضون أمراضا تجعلهم لا يقدرون على الانتقال. نقول أنتوا كده أثمتم لأنه نزل عدو البلد هو مريض. لا، التأهب اللي مذكور في قوله فإن أمكن تأهب لقتال يعني استعداد، يعني جنود يتصفوا مع بعض ودول ياخدوا هنا ودول ياخدوا هنا، هيقول بقى صورة تانية انهم هجموا مرة واحدة، يبقى الفرض العين في الحالة دي على اللي هيقصد. وأما الصورة الأولانية في لسه في مهلة ان احنا نقدر نعد جنود، الاقتحام لسه ما دخلش، ما دخلوش مرة واحدة. طيب الأعرج البين، ليه الأعرج بين؟ عشان العرج الخفيف الذي لا يمنع المشي والجري ليس عذرا مسقطا للجهاد. طب ما ذكرهمش هنا ليه؟ لأن هي نفس الحكم، اللي عنده عرج شديد هنقول له أنت فرض عليك تدفع إزاي؟ هيأتي الحال اللي هو أنه يقصد للقتل، في الحالة دي يلزمه ما يستطيع فقط، يلزمه ما يستطيع. وأقطع، واحد ما يعرفش يشيل، إيده مقطوعة
هيشيل سلاح ازاي؟ هنقول له فرض عين عليك واشل مشلوله ايده، هنقول له ازاي انت يلزمك تقوم تتحرك وتحمل السلاح. وعادم اهبه قتال برضه ما ذكروش في اللي ايه في اللي يتعين عليهم حال نزول العدو الى الايه الى البلد، ما هو لان الجهاد ده مش مطلوب ان انا اخبط دماغي في الحيط وخلاص. البعض بيظن كده انه عايز يعمل اي حاجه وخلاص وان هو ده المشروع. لا، المشروع ان لازم يكون عنده ايه اهبه قتال، اهبه قتال ده في خاصه نفسه، اهبه قتال اللي في المجموع ده اللي هو ان الناس تعد عده جماعيه. قال وعبد فان امكن تاهب لقتال وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا اذن. وقيل ان حصلت مقاومه باحرار اشترط اذن سيده. قيل يبقى ده قول تاني عندهم. الاول القول الاول القول الاول ان حاله نزول العدو ببلد من بلاد المسلمين، دخول العدو الى بلد من بلاد المسلمين لا يلزم على العبيد استئذان سادتهم. طالما ان في امكانيه استعداد لقتال بيقولوا يلا نعمل نعلن نفير، كل الناس تيجي، يبقى العبد يروح ايه بدون اذن السيد. وقول تاني مرجوح بيقول بيفرق بين حالين، يجعلهم قسمين، قسم امكان مقاومه باحرار، ان في احرار راحوا هيكفوا في دفع العدو، يبقى هذه الحاله يلزم اذن السيد. وهكذا اذا كان الحالة الثانية بقى، إذا لم يكن هناك حصول مقاومة بالأحرار يلزمه الذهاب بدون إذن السيد. التفصيل ده مرجوح، كل ده على أهل البلد، يلزم أهلها الدفع. وحقيقة الكلام بعد كده لو دول مش قادرين يبقى البلد التانية يقولهم. وإلا دي مستثنى منين؟ بيقول إن أمكن تأهب لقتال وجب الدفع بالممكن، وإلا يعني لم يمكن التأهب لقتال، العدو دخل البلد فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن. هو كل حاجة يقول عليها بالممكن، كل حاجة يقول عليها بالإيه بالممكن، زي الدفع عن لأن النفس اللي هي المقدمة، كذلك دفع عن العرض، كذلك دفع أي حاجة فيها وجوب يبقى لابد أن يكون هذا الأمر إيه مستطاع ممكنا. وإلا فالشرع لا يأمر العاجز بما لا يقدر عليه، ولا يأمر بأمر لا يترتب عليه تحقيق المقصود. نقول له انت لازم تمشي تعمل اي حاجة، لا، يقول انا وإلا فمن قصد، يبقى في الحالة اللي هي العدو دخل مرة واحدة وما تمكنوش من التأهب والناس منتظرة بقى ايه اللي هيحصل. فبيقول كل واحد يبقى فرض العين ده معناه ايه؟ معناه اللي يقصد ليقتل هو ده اللي يلزمه الايه الدفع، يبقى كله فرض عين عليه هو. فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل. بيوجب عليه إمتى الحكاية دي؟ إن هم جم عشان يمسكوه، يجب عليه إنه يقاومهم بالممكن في حالة إيه؟ في حالة إن هو علم إن هو لما يتخذ هيتقتل. وإن جوز الأسر فله أن يستسلم. العدو هجم على البلد، واحد قال
هياخدوني، يمكن يسجنوني ويمكن يقتلوني، جاز أن يستسلم لأنه لم يمكنهم التأهب لقتال، أصبح كل واحد بيقوم بالمهمة على قدر إمكانه. وهذه الحالة بيقول في حالة إنه عنده احتمال يتقتل وعنده احتمال يتأثر بس. لا لا، ده هو بيقول عنده احتمال ان هو ممكن حقيقه الكلام، ان علم انه ان اخذ قتل يلزمه ان يدفع، يعني بيقول هياخدوه يقتلوه. دلوقتي عاملين معسكرات كل حد ياخدوه يروح يقتلوه، يبقى يلزمه انه ما ينفعش ان هو يستسلم، لان استسلامه معناه ان هو ايه؟ معناه ان هو بيستسلم، بيضيع نفسه، بيضيع ضروره ايه؟ روحه، وبالتالي يلزمه ان يدفع. وإلا فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن إن علم أنه إن أخذ قتل، وإن جوز الأسر فله أن يستسلم، ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها. بيقول اللي على مسافة قصر، على خلاف المذهب والعلماء في مسافة الإيه؟ القصر، ثلاث أميال، ثلاث فراسخ، أربع برد، كم كيلو، خلاف المشهور في الايه في الباب. فبيقول اللي على مسافة القصر دي، اللي القريبين من البلد المقصودة على مسافة قصر منها، هم فرض عين عليهم، يلزم أهلها، يلزمهم كما يلزم أهلها الدفع. ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية. طب الناس البعاد بقى على مسافة القصر وزيادة عليها، يلزمهم الموافقة، يلزمهم أن يوافقوا أهل البلد بقدر الكفاية إن لم يكفي أهلها ومن يليهم. قيل وإن كفوا، إذا كان أهل ده، بعض العلماء بيقول لا ده يلزمهم، بس ده كده مرجوح، يلزمهم وإن كفى أهلها وإن استطاعوا أن يدفعوا. طب الـ 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 الأمر ده مبناها على إيه؟ هيجي لهم يغيثهم لكي يحقق الكفاية، يبقى لازم اسمع، ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية، يبقى لازم إنه يعمل حاجة عشان إيه؟ عشان توصل إلى كفاية الرد، وإلا فإذا كانوا مثلهم يعني هيروح عشان إذا قصد دفع، ما هو غير قادر، ده المطلوب إن هو يدفعوا العدو، لكن اللي دخل واستقر. عشان كده بنقول في فرق بين حال استقرار الكفار في احتلال بلد ما وحال هجومهم على بلد. عشان كده بيقول أمكن تأهب لقتال وإن لم يمكن التأهب لقتال، يعني في، والمطلوب كفاية الناس، الكفاية في دفع العدو، وليس ان انا اضع نفسي على سبيل المثال في مكان اكون فيه مقتولا على يعني مثل الذي حالة عدم تأهب لقتال. قال ولو اسروا مسلما، بيقول يسأل، بيقول في كفاية ولكن وجوده يعجل الغوث، لا لا يلزمه في هذه الحالة، يعجل بالنصر، انه يروح يغيثهم هيعجل بالنصر، طالما في كفاية موجودة يبقى لا يلزم ذلك. عشان كده بنفرق ونقول نوع القتال الموجود والدفع ده صفته ايه، لان كثير من الناس لا يفقه هذه المسائل وياخد عنوان بس، ان العلماء قالوا يتعين على جميع المسلمين في العالم كله، كذا وكذا، لازم نقول نفهم كلام أهل العلم في هذا الباب، إن هذا الأمر المقصود به الكفاية، إذا كان هم أصلا العدو احتل البلد وأخذها زي ما حصل في كثير من البلاد، بيت المقدس أخذ من المسلمين، الأندلس أخذت من المسلمين،
والناس عجزوا عن الدفع. والعلماء لما نزل العدو بهذه البلاد ما قالوش للناس من كل حته لازم تروح دلوقتي تموت هناك، زي ما حدش النهارده يقول للناس روحوا القدس فرض عين عليكم عشان تموتوا هناك وتعملوا اي حاجه وخلاص، ولا انتوا القدس النهارده محتله واليهود نزلوا بها، يلزم الناس ان يذهبوا الى هناك ويلزم اهلها ما لا يمكنهم. نقول له اي اعمل اي حاجه، هنقول له ان قصد دفع بالممكن ماشي كده، والا فمش هقول للناس اللي هم دلوقتي عايشين في القدس المسلمين ان انت اي واحد اسرائيلي تروح جاي ماسك له سكينه وايه ودبحه في اي وقت، لان انت دلوقتي لم يمكن التاهب لقتال وانت الان غير مقصود، هم سايبينك تعيش ماشي كده، ما يلزمكش ما لا تستطيع. لا هو ما لزموش ابتداء، خلاص هو العدو نزل واستقر بالبلد واخذ البلد تمكن منها. احنا قلنا اذا امكن تاهب للقتال وجب الممكن مش كده، هيقدروا يعملوا حاجه، هيقدروا يعملوا حرب عصابات مثلا، خلاص يعملوا حرب عصابات. طب ممكن هم مش قادرين يعملوا حرب عصابات زي العرب فلسطين دلوقتي، عرب بيت المقدس هيعملوا ايه؟ ولو هم في حرب عصابات مثلا في مجموعات زي كثير من البلاد اللي ممكن فيها قتال اخذ ورد، الناس اللي موجوده بتعمل حرب عصابات ده القدر اللي ممكن، ولو واحد جالهم هو ده اللي ممكن برضه. اللي ممكن بقى يبقى فرض عين عليهم اللي هيجي لهم على سبيل المثال بطيارات ودبابات تزيح العدو ده، يبقى فرض عين على اللي هم قادرين على الكلام ده ان هم ايه يقوموا بيه. اما ان هو اذا كان المقدور عليه يتم، هو هيزودهم وهيعينهم، لكن هو لن يتم اكثر مما يقومون به. يعني اقصد في ايه؟ في ازاله العدو عن البلد. لسه العدو ده زي ما قلنا النصر قد يتاخر، لكن ما زال الامر ان هم انما يقومون بما يعني يقدرون عليه من دفع ليس يزيل العدو عن البلد. سيكون الأمر مبنيا على هل إغاثتهم تؤدي إلى إزاحة العدو عن البلد، يبقى يلزمهم ذلك. حضور الصف هو دي الحل بتعين فيها، زي ما قال كده ان لم يحضر الصف. الصف ده معناها المعركة دلوقتي، المعركة هديت والناس انصرفت، يبقى اللي فرض عين عليه فرض عين واللي فرض كفاية ايه فرض كفاية. قال ولو اسروا مسلما فالاصح وجوب النهوض اليهم لخلاصه ان توقعناه. مسكها كل كلمة كده، طبعا دي ملخصات اصلا مختصرات والعلماء كل كلمة لهم. يبقى اول نقول اصح يبقى عندنا ايه؟ قولين مش كده؟ قول بيقول يجب النهوض، يعني وجود اسير مسلم لدى الكفار هل ينزل في جعل الجهاد فرض عين منزلة نزول العدو ببلد؟ نعم، نزول العدو ببلد مثله أن يأسره مسلما. فعندنا قولين، الأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه بس بشرط إيه؟ إن توقعناه. طب إذا ما توقعناهوش يعني إحنا عندنا غلب الظن مش هنعرف نخلصه، يبقى لم يلزم النهوض، لم يصبح فرض عين. القول الثاني بيقول اصلا وجود اسير لا يجعل النهوض اليهم فرض عين. طبعا بيحتج بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بالمدينه وكان هناك ايه مستضعفين بمكه، وكان في اسرى مسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم احيانا كان يفادي اسرى المسلمين باسرى من الايه من الكفار، ومش وجود الاسير
في كل مرة أدى إلى أن ينهض المسلمين جميعا ويصبح فرض عين عليهم. اللي بيقولوا بالأصح وليس مقابل الأصح عندهم بيقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عملش كده عشان هو لم يتوقع إمكان تخليص الإيه الأسرى. أيوة. اليهود عندها أسرى مسلمين. أصبح علينا فرض العين إن إحنا نحارب وإحنا معانا العدة ولا. لو إحنا توقعنا إن إحنا نقدر نخلصهم يبقى الأصح إن إحنا يلزمنا إن إحنا نخلصهم. خلاص بقى قلنا دي تبع إن كلمة إن توقعنا. المشكلة الحقيقية في كل من يقرأ الكلمات إنه ياخد سطر. طب نكمل ونشوف عشان نعرف إيه المطلوب. مش العدد بس، العدد والعدة وكل حاجة مبني على ان احنا نتوقع ذلك ولا ما نتوقعش. اذا احنا قلنا لا مهما هجمنا عندهم حصون عاتية وعالية جدا وامكانيات قتالية تمنع من ان احنا نعرف نوصل، يبقى خلاص يبقى مش واجب علينا. وده دليله ايه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم حدث اولا مكة اصلا هي دار اسلام، صح كده؟ يعني مكة ابتداءها انها كانت ايه دار اسلام. سيدنا ابراهيم اللي يعني عمرها باسماعيل عليه السلام وتعمرت على التوحيد 10 قرون، وبعدين المشركين هم اللي غلبوا عليها وليسوا ايه اولياء المسجد الحرام. طب اللي حصل الرسول صلى الله عليه وسلم كان في اسرى مسلمين، كان بيعمل ايه الرسول عليه الصلاه والسلام؟ مع ان المساله دي زي ايه زي مساله الارض، وفي الحقيقه حرمه المسلم اعظم من حرمه الايه الارض. هياتي شرح الشربيني اللي هو شارح كتاب المنهاج للامام النووي المره القادمه ان شاء الله.